نوجه نداء لكل مواطني ولاية غليزان الأحرار، أن مواطني إلى كل مواطني ولاية غليزان الأحرار بالمضي قدما إلى إلى صناديق الاقتراع بقوة يوم 12/12، لأن الجزائر ملكنا كلنا، وأندد بشدة بالتدخل الأجنبي في شؤون بلادنا الحبيبة. يشجب ويندد ويرفض بأي تدخل أجنبي من شأنه المساس بالشعب وبالسيادة الوطنية. إن الشعب الجزائري لا يساوم أبدا، لا في وطنه ولا في دينه ولا في مؤسساته ولا في جيشه. واللي على كل حال هذه قضية جزائرية ونحلها بيناتنا إن شاء الله. نندد بهذا التدخل الأجنبي بالأوضاع الجزائرية. احنا نندو بالتدخل الأجنبي ومشاكل الجزائريين نحلوا بعضنا ما بعضنا بعض، وحنا نعمل الانتخاب ونشكر كذلك الجيش الشعبي الوطني على رأسهم السيد قايد صالح.